انا بني ادمه مش ايه اسمها ايه اعيش الحياه كما لا أرغب. مش انتي سوشيال يعني مش اجتماعيه انتي سوشيال لا مش اجتماعيه مش قوي يعني ما بحبش الدوشه ما بحبش إيه الزحمه يعني اصحابك محدودين ما بتعرفيش تاخدي على ناس بسهوله اصحابي محدودين جدا و بعرف اعيش من غير الناس كتير يعني انا مقله جدا في علاقاتي الانسانيه ولما بختار حد يبقى صديق يعني اصدقائي فعلا اللي هم يعني مقربين جدا هم عشره عمري تلاقينا صحاب بقالنا 30 40 سنه طب ده يخليني اسال لما تقرري انك تتجوزي امريكاني اسلم لا هو تشيكي مش امريكاني يعني حد اجنبي اسلم بس لفت نظرك ازاي وانت مش الشخص اللي ممكن يعني ما فيش حد بيخطفك من اول نظره زي ما بيقولوا لا يعني اعتقد ان اخذت معاكي وقت بصراحه في الموضوع ده تحديدا ما خدش وقت خالص والله لا هو زي ما تقولي الحاجات بتبقى متسهله كده لما بتبقى في نصيب يعني ربك لما يريد الدنيا ايه اللي لفت نظرك فيه ان هو طيب جدا ما لقيتهوش في مصري ممكن يكون فيه بس ما قابلتوش ما قابلتوش هو طيب جدا وبيحب هو بيشتغل ايه يعني معاكي في نفس لا هو مدرب هوكي ايس هوكي وانت كنت بتتمرني هوكي لا شفتيه ازاي اتقابلنا مع اصحابنا بس واخدتي قرار انك تتجوزي جواز صعب بره بلدك لا لان احنا مش بنتقابل كتير برضو خلي بالك هو عايش في فيينا وانا ما بين هنا وفيينا فلا عارفه اسمها ايه دي الممثله اللي كانت عامله ايه مالادوس سالوها في مره قالوا لها ايه سر ان جوازك في هوليوود مستمر 25 سنه صوفيا لورن او حد لا مش صوفيا لورن هي شعرها قصير واسمر مش اصفر ايوه في نوتس لا في نوتس لاندنج مع جاك ليمون الممثل يعني بغض النظر المهم يعني قلت لهم ان هو عايش في طوكيو وانا عايشه في امريكا اكيد اللي هو التيك اواي ده احيانا بيبقى ليه؟ عشان مع بعض عشان ما بيبقاش انتوا الاثنين عشان ما بيبقاش يعني انا بحس انه الناس لما بتقرب مع بعض قوي او يبقوا عايشين طول الوقت في وش بعض ده بيسبب مشاكل كتير وهو متسق مع شخصيتك اللي هو بيحب الترحال والسفر فما بستقرش في وقت لا هو بيحب الاستقرار اكتر يعني هو بس احيانا بنسافر مع بعض برضو بنعمل تورينج في اوروبا بناخد الشنط بتاعتنا ونمشي نسافر وبيجي يقعد معاك هنا في مصر وما زلتي محافظه على الجواز على الجواز لان هو مديكي السبيس بتاعتك واحنا الاثنين بنثق في بعض جدا هو شخص طيب وحنين جدا جدا وكريم واهله طيبين قوي بس هو الفكره نجاح الجواز ده لان هو سايب لك انت السبيس وانا كمان سايبه له السبيس بس هو لو عليه ممكن يجي يعيش معاك هنا او ممكن ما هو عنده شغله هناك هو مدرب هوكي ايس هوكي هيجي يدرس هيجي يدرب ايس هوكي هنا ما فكرتيش تروحي تقعدي معاه ما احنا بنتقابل في فيينا بقى يعني هو ساعات بيجي هنا وانا ساعات بروح فيينا ساعات بنروح التشيك ريبابليك عادي يعني الجواز استقرار لا وساعات معنى كلامك ايه استقرار عاطفي واستقرار نفسي استقرار نفسي بس مش لازم مكاني جسدي واستقرار لا استقرار ما هو كل واحد بصي كل واحد بيدور على الحاجة بصي هو كل واحد بيلاقي بس مش من وجهة نظري لا مش من وجهة نظري لا هو من وجهة نظري بس هو كل واحد كل كابل حياتهم مختلفة عن التاني في ناس ما عندهمش مشكلة ان هم يعني يبقوا متواجدين مع بعض في نفس السبيس في ناس بتلاقي حلول زي انا وهو طب انت بتقولي اتكلمتي معاه وقلتي له ده واحنا على فكره متفاهمين يعني بنروح ونيجي ونسافر والموضوع لا انا المهم عندي ان انت اخدتي القدره على انك تقعدي تقولي له تعالى انا حابه كذا ومش حابه كذا عايزه اعمل كذا ومش عايزه اعمل كذا فكره القوه في انك انت تحطي الرولز بتاعت اللي انت هتحبي تعيشي عليها هي اللي مخلياكي النهارده تقولي والله انا ستيبل انا حياتي كويسه هو بيجي فاهمه في ناس تانيين ما كانوا ممكن ما قدروش يعملوا ده صح عندك حق صح
انت بتقولي او من الجمل اللي انت قلتيها ان احنا مش لازم نتجوز حد بنحبه، لازم نتجوز حد نعرف نعيش معاه. ايوه، يعني احنا لما نختار الشخص بيكون بمواصفات مش القلب اللي بيختار، لا ان انا هقدر اعيش معاه. مش عارفة، انا بحس يعني انا شخص عاطفي احيانا، بس معظم الوقت بحكم العقل اكتر. انت برج ايه؟ برج ما حدش بيطيقه. جوزاء. جوزاء. عقرب. عقرب. لا بالعكس. اني 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 جزء في العقرب الاول الوسط. انا 25 اكتوبر مع بيكاسو وشتراوس. لا والله العقرب من الناس اللي برج مائي غلابه. لا برج مائي لا اذكياء، عندهم كاريزمتهم الخاصه، اذكياء اندبندنت، ليهم طريقه تفكير معينه. وانت تمثلي يا فعلا بجد؟ اه جدا. طب كويس جدا 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 جدا. طب الست بتستمد قيمتها من شغلها مش من الرجل. ايوه ده حقيقي فعلا، وانا اؤيدك في هذا الحوار. تمام. انا بحب الستات هنا جدا في مصر على فكره، وانت واحده منهم. وانت كمان، عشان انتوا شغيله والله. انا بحترم جدا 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 الست اللي بتحب شغلها ومخلصه فيه، وبحس ان البلد دي اصلا قايمه على كتاف الستات حقيقي بجد. الستات المصريات، وانا امي مصريه وبعد ما بابا مات هي اللي ربتنا فعلا، وهي اللي يعني عاشت علينا بجد. ماما ست عظيمه، فانا بحترم الستات في مصر جدا بجد. وبحترم جدا اخلاصهم في شغلهم، وانهم طول الوقت عايزين يثبتوا نفسهم وكده. لما بتواجهي الجزء من الاراء اللي تقول لك الست ملهاش غير بيتها وجوزها، انتوا بتبوظوا دماغ الستات اللي في مصر، انتوا الاسباب في خراب البيوت، ما انتوا لو انتوا بطلتوا تتكلموا هتخلي الست تحافظ على بيتها وتكن وتقعد في بيتها وما تطلعش منه. متفقه مع الكلام؟ لا طبعا. تردي تقولي لهم ايه؟ هي البيوت اوريدي خربانه، مش احنا السبب في خرابها خالص، هي البيوت اوريدي خربانه بجد. نسبه الطلاق عاليه جدا. من ايه بقى خربانة؟